أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أقدم لكم تذكيرا لما درسناه في مكون التراكيب المستثنى بإلا. التراكيب والصرف والتحويل والإملاء. وسنبدأ الآن مع أول درس في التراكيب، ألا وهو التمييز الملفوظ والملحوظ. ولقد قامت الأستاذة الفاضلة ميلودا بشرحه لكم. أما الآن فسأقدم لكم تذكيرا بدرس مستثنى بإلا. كما تعلمون أعزائي أن الاستثناء هو إخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أداة. نعم، مثال ذلك: اجتمع العمال إلا واحدا. فكما تلاحظون أن جميع العمال قد اجتمعوا باستثناء واحد، وهذا الواحد قد استثنيناه بواسطة أداة من أدوات الاستثناء، ألا وهي إلا. جيد. أما المستثنى فكما تعلمون أنه اسم يقع بعد أداة من أدوات الاستثناء منها إلا. وهناك أدوات أخرى سبق أن أشرت لكم إليها، مثل غير، سوى، إلى غير ذلك. مثال ذلك: اجتمع العمال إلا واحدا. فواحدا هو المستثنى لأنه وقع بعد إلا التي هي أداة الاستثناء. جيد. نمر الآن إلى العناصر الأساسية التي يتكون منها أسلوب الاستثناء، فكما تعلمون أنها ثلاثة عناصر. العنصر الأول: المستثنى منه. العنصر الثاني: أداة الاستثناء. والعنصر الثالث: المستثنى. مثال ذلك، وهو المثال الذي أشرنا إليه سابقا: اجتمع العمال إلا واحدا. فالعمال هو المستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، واحدا هو المستثنى. جيد. أما الآن فسنرى كيف يعرب المستثنى. فكما تعلمون أن إعراب المستثنى له ثلاث حالات. في الحالة الأولى يكون واجب النصب، متى؟ إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى منه مذكورا. مثال: غادر الأطباء المستشفى إلا طبيبا. فالكلام مثبت، لا توجد هناك أداة من أدوات النفي، والمستثنى منه مذكور الأطباء. إذن طبيبا نعربه كالتالي: مستثنى بإلا منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. أما بالنسبة للحالة الثانية فيجوز فيها نصب المستثنى أو جعله بدلا تابعا للمبدل منه في إعرابه. متى؟ نعم، جيد. إذا كان الكلام منفيا والمستثنى منه مذكور. مثال ذلك: ما غادر الأطباء إلا طبيبا، أو ما غادر الأطباء إلا طبيب. فالكلام هنا منفي، استعملنا أداة النفي ما، والمستثنى منه مذكور الأطباء. إذن هنا يمكن أن يكون المستثنى بإلا منصوبا ونعربه كالتالي: طبيبا مستثنى بإلا منصوب، وعلامة نصبه تنوين الفتح. أو سيكون
بدلا تابعا للمبدل منه في إعرابه فنقول طبيب بدل تابع للمبدل منه في رفعه. جيد. أما فيما يتعلق بالحالة الأخيرة والتي يعرب فيها المستثنى حسب موقعه في الجملة وتعرب إلا في هذه الحالة أداة حصر، فهي عندما يكون الكلام منفيا والمستثنى منه غير مذكور. مثال: ما غادر إلا طبيب، فالكلام منفي، استعملنا أداة النفي ما، والمستثنى منه كما ترون محذوف. إذن في هذه الحالة المستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، إذن فإلا تعرب أداة حصر، وطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جيد؟ نعم. نمر الآن إلى أنشطة تطبيقية، والسؤال الأول كالتالي: أملأ الجدول بما يناسب. لدينا جمل ستستخرجون منها المستثنى منه ثم المستثنى بإلا ثم تبينون حكمه أي إعرابه. إذن بالنسبة للجملة الأولى: نجا الركاب إلا واحدا. الجملة الثانية: لم يظهر المغامرون إلا مغامر. الجملة الأخيرة: ما رأيت إلا الأسد. السؤال الثاني كالتالي: أصل الكلمات المسطر تحتها بإعرابها الصحيح. لدينا كلمات مسطرة سوف تقرؤونها جيدا وتصلونها بما يناسب من الإعراب. بالنسبة للمثال الأول: الآية القرآنية: لا يمسه إلا المطهرون. الجملة الثانية: أجاب جميع التلاميذ عن السؤال إلا تلميذا. الجملة الأخيرة: لا تباع الفواكه إلا البرتقال. جيد. أما السؤال الثالث فهو كالتالي: أعرب ما يلي. ما فاز إلا المجدون. أشكركم أعزائي عزيزاتي على حسن الإنصات والمتابعة، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.